قال وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن إن نحو 20 دولة قد أعلنت عن حزم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا خلال اجتماع افتراضي مع الحلفاء اليوم بهدف تنسيق تزويد كييف بالأسلحة. من جهته أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي مواصلة تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية. ساهمنا في مساعدة أوكرانيا والوقوف ضد الهجوم الروسي، وهذا يتوقف على نوعية المساعدة التي نقدمها. وأود أن أقول أخيرا أن الوزير عبر التركيز على المخاطر وعبر تقدير ما سيحدث، تمكنا من فتح قنوات الاتصال ما بين المؤسسات العسكرية. وكما تعلمون أنا اتصلت بنظيري الروسي، لن أشارككم تفاصيل هذا الاتصال، ولكن نعتقد أن ذلك الاتصال كان مهما جدا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جميع المؤشرات تعد إيجابية وتفيد بأن الاقتصاد الروسي سوف يتصدى وبنجاح للعقوبات الغربية. وشدد بوتين خلال لقاء مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أهمية الاعتماد على التعامل بالعملات الوطنية، الأمر الذي سيساعد على تعزيز قيمتها. من جهته قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه يجب وقف حرب المعلومات ويجب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك لمنع التصعيد، مؤكدا أن الغرب أخطأ في تقييم الإمكانيات الاقتصادية لكل من بيلاروسيا وروسيا. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا بطوكيو، أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة تماما بالدفاع عن اليابان وسط التوتر مع الصين وتداعيات الأزمة الأوكرانية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن روسيا يجب أن تدفع ثمنا طويل الأمد على عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على موسكو من الولايات المتحدة وحلفائها ستستمر.